عليكم ومرحبا بكم جديد في قناه شيف ليلى جاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنحضر بها الفقاس البلدي باللوز، ولكن بالقمح الكامل بالنخاله ديالو بدون سكر. فلو كنت اول مره كتزوروا القناه وكتشاهدوا هذا الفيديو، تنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الفيديوهات اللي كنحط في القناه. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير طريقه التحضير. شاهدوا معايا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا الفقاس، فعندي هنايا 125 غرام مخلطه ما بين ماء زهر والحليب، درت فيه 100 غرام ديال اللوز اولا 125 غرام اولا 200 غرام كتبقى حسب الرغبه ديالنا، جوج معالق كبار ديال العسل، طبيعه الحال يكون العسل من نوعيه جيده يعني العسل الحر. عندي كذلك جوج معالق كبار ديال النافع، شويه ديال زريت الكتان، شويه ديال حبه حلاوه، رشه ديال الملحه، كاس ديال العنبه ديال الزنجلان اللي نقيته من قبل وحمرته شويه يعني خدا لون ذهبي وخليته حتى كيبرد، جوج بيضات، كاس لاروب عنبه مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. عندي 5 غرام ديال خميرة الحلويات ما يعادل نص معلقه صغيره. بالنسبه للدقيق فكيف قلت لكم غادي نستعمل دقيق القمح الكامل بالنخله ديالو بكل شيء. عندي هنايا الوزن ديال 700 غرام، ممكن نحتاج اكثر ممكن نحتاج اقل، فانا هنايا عبر 700 غرام. فهادو هما المكونات كيف كتشوفوا، وغادي ندوزو للطريقه. فغناخد اناء اللي غادي نخلط فيه، غادي نوضع فيه البيض. البيض انا عندي عارفه بانه يعني مزيان، من الاحسن يكون بحراره المطبخ. غنزيد له كيف قلت لكم جوج معالق كبار ديال العسل. العسل كنضيفه فقط باش يولي عندنا الفقاس صحي نوعا ما، لانه ما استعملناش فيه دقيق الابيض وكذلك ما استعملناش ما غنستعملوش السكر، فاكيد غادي يكون صحي. فكيف قلت لكم وضعت جوج معالق كبار، فغنطرب هاد المكونات شويه مع بعضها حتى يمتزج ليا العسل مع البيض. والعسل كيبقى طبيعة الحال حسب الذوق، ممكن نضيفو حتى 3 المعالق 4 المعالق. فوالا غنضيف الزيت، ثم نضيف الخليط ديال زريت الكتان والنافع وحبه حلاوه وكذلك الملحه. غنزيد ليهم الزنجلان، ثم غنضيف الحليب وماء زهر وكذلك اللوز. في هذه الاثناء انا غادي نستمر على الفوي وغادي نخدم باليد ديالي، لانه غادي نبدا نضيف الدقيق فضروري ما نعرف الخدمه كيفاش غادي تكون. غنضيف نخلي واحد شويه حتى نشوف الخليط ديالي كيفاش داير، وغنضيف كذلك الخميره. الخميره ضروري ما نقويوش منها ما نكثروهاش، فوالا نحاولوا اننا نعجنوه مزيان.
صافي هانتوما كيف كتشوفوا هو كيبدا يتجمع لينا، فانا غادي نحاولوا اننا نشوفوا واش الخليط غادي يتجمع لينا ويتكون لينا حربل او لا. مازال فوالا هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما يعني ممكن نشكلو على هذا الشكل هذا. فبالنسبه للدقيق فما خداش ليا كيف قلت لكم 700 غرام، هنا تكون عندي 550 غرام بالضبط. فغادي نقسم الخليط، ودائما كيف كنقول لكم الدقيق كيبقى حسب الخليط، يعني كاين دقيق اللي كيتشرب بسرعه وكاين دقيق اللي ما كيكونش كيتشرب لينا المكونات السائله بسرعه. غادي ننظف يدي ونعاودو نتلاقاو باش نشكلو. فعلى سطح العمل كيف قلت لكم غادي نقسم الخليط الى نصفين ونحاول انني نشكل حربل ونعطيو الخاطر، لانه الدقيق القمح راه ماشي بحال ديال الفورس، يعني كيبغي شويه ديال الخاطر. صافي على هاد الشكل غنوضعو في الطاولة ديال الفران، في الطاوة ديال الفران عفوا. صافي هاد الفرن على هاد الشكل، فوالا بحال هكدا. فمن بعد ما انتهيت من تشكيل ديال الفقاس غادي ندهنو بشوية ديال، درت هنايا صفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب، ممكن ديرو قهوه سريعه الذوبان، ممكن ديرو كذلك شويه ديال الخل. فوالا كندهنو من الجوانب، ودرت الفران كيسخن حراره متوسطه، ما كيخش لينا بزاف، نحاولو اننا ما نطيبوش بزاف، يعني غير يقبط راسو ونزولوه. هنا غناخذ واحد العود ديال الاسنان او لا اي عود عندكم، غادي نحاولوا اننا نديروا واحد الثقوب هكذا في الوسط باش كيلقى الفقاس منين يتنفس، وهكذا كيحاولوا اننا ما يجيناش الفقاس مشقق. صافي غادي ندخلوا الفران ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. اذا كيف كتشوفوا فها هو الفقاس خرجته، يعني راه قابط راسو، فكنخليوه حتى كيبرد تماما، يعني ضروري ما يبقى يولي بارد عاد غادي ندوزو باش نقطعوه. دائما تنقول لكم الفقاس باش تغلبوا عليه وما يجيكمش كسور كثيره في الفقاس هو الكيتور، الكيتور احسن حاجه باش اننا نقطعوا الفقاس، اولا يكون عندنا الموس يعني اللي كيكون مكتوبه فيه الاسم ديال حاده 2013، هذاك حتى هو كيكون كيصدق لينا في التقطيع ديال الفقاس وكيساعدنا مزيان باش اننا نقطعوا الفقاس بلا ما نحصلوا على كسور كثيره. فغادي نقطع الفقاس بشكل مائل، ضروري ما نخليو الفقاس حتى كيبرد، والخاطر كيف كنقول لكم دائما خصنا الخاطر مع اي حاجه كنصايبوها دائما في الكوزينه خصنا الخاطر. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، ما شاء الله كيجي هائل. نقطع غير بشويه لينا، حتى حاجه ما تابعانا بشويه لينا على هذا الشكل. صافي غنكمل تقطع بهاد الطريقه حتى غادي نكمل الفقاس ديالي كامل، وندوزو باش نديروه في الطاوه ديال الفران ونعاودو نرجعو باش يطيب، يعني باش يتحمر من الجوانب، اما هو راه ديجا طايب نص طيبه. اذا كيف كتشوفوا فهو الفقاس من بعد ما قطعتو غادي ندخلو يتحمر في الفران على عافيه مهيله، ما يكونش الفران يكون سخون بزاف،
باش يتحمر لينا حتى من الداخل، يعني يجينا مقرمش من الداخل ومن برا كيجي محمر. فغادي ندخلو يتحمر على عافيه كيف قلت لكم هيلا. الا كان عندنا الفران اللي يكون فيه فونتيلاتور من الاحسن اننا نخدمو باش كدور هذيك العافيه على الفقاس كامل وكيجي مقرمل. فغادي ندخلو ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله في اخر باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. كيف كتشوفوا فهذا هو الفقاس اللي حضرنا مع بعض، هانتوما كيف كتشوفوا. خلينا حتى تحمر لينا مزيان الجوانب بجوج. بالنسبه للملاحظه فبغيت نقول لكم الى يعني خفتوا بانه الفقاس يتهرس لكم، من الاحسن انكم تلويوه او تدوروا في شي فيلم اليمونتير او شي بابي كويسون ودخلوه للثلاجه كيبات ليله كامله وكنقطعوه، فهكذا كيسهل علينا بزاف الخدمه ديالو. فكنتمنى ان شاء الله يكون الوصفه نالت الاستحسان ديالكم، كذلك كنتمنى الى عجبكم لا فيديو عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.